مشاهدينا ومشاهدي نايل لايف شبكة انت ان، اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من نهارك سعيد. النهاردة الاربعاء 26/3/2014، ويا رب يكون يوم سعيد علينا كلنا. صباح الخير يا شريف. صباح الخير يا ايمان، وصباح الخير على كل مشاهدينا. واكيد هيبقى يوم سعيد لما نعرف ان رئيس الوزراء السيد ابراهيم محلب بنفسه هو ووفد رفيع المستوى موجودين من صباح اليوم في اسيوط، موجودين علشان يتفقدوا كل المناطق التي اديرت من السيول. ومش بس كده، كمان هو مستغل الفرصه علشان خاطر يكون بيتفقد كل المناطق اللي محتاجه، المحيطه بهذه المنطقه تحديدا في الصعيد، واللي محتاجه لاهتمام بالغ جدا. طبعا احنا بقالنا سنين وسنين وسنين بنتكلم عن الصعيد وبنتكلم عن اهميه تنميه الصعيد. اعتقد ان واضح جدا، يعني لازم هنا بنقول الحاجات السلبيه نقول كمان الحاجات الايجابيه لما نشوفها. واضح جدا ان حكومه ابراهيم محلب هي حكومه نشيطه جدا. النهارده هو موجود مع كل رؤساء المحليات، مع كل المحافظين المعنيين، وايضا مع كل الشخصيات المسؤوله، بيتفقد زي ما قلنا بنفسه، وهيعد بعد كده او هيتم اعداد تقرير عن كل ما هو يعني تحتاجه هذه المنطقه، سواء اسيوط نفسها ومناطق المداره، او سواء كل المناطق التي تحتاج الى رعايه واهتمام بالغ. يا يعني جماعه، يعني زي ما قلنا تاني، لما نشوف حاجه ايجابيه لازم نلقي الضوء عليها، مش مجرد زيارات شكليه او زيارات رسميه، لكن واضح زي ما قلنا تاني ان هي حكومه عمل. نتمنى 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 ان يبقى في فعلا نتيجه، وما يبقاش الغايه ايجابيه جدا ولكن يجي حد بقى من تحت يعطلها بسبب بيروقراطيه، بسبب يعني حاجات تانيه. نتمنى يعني، ولا ايه يا ايمان؟ مظبوط. وكمان في خبر مهم جدا، ان السيسي كمان بيشكل قوات تدخل سريع بيعزز بيها قدرات الجيش. طبعا احنا عارفين ان احنا في ظروف غير عاديه، فلازم الجيش وقع على عاتقه طبعا حمل كبير جدا لتامين الوطن. فده برضو خبر يعني مطمئن برضو شويه في ظل الظروف اللي احنا بنمر بيها وبالاحداث، وان كل يوم في يعني افراد كتير سواء من الشرطه او من الجيش او من افراد عاديين بتموت، وان شاء الله يعني تمر على خير باذن الله. وربنا مع كل حد فقد حد من اهله. الكاتب المحلل السياسي مروان يونس بجريده الاهرام ابدو هو اللي هيكون معانا في اول فقره ان شاء الله، بيتابع عناوين الصحف. بعد كده عندنا ايه يا ايمان؟ هيكون معانا تاني فقره ان شاء الله اللي هو احمد عاصم، وهتكون ضيفته النهارده دكتور هاله منصور، استاذ علم الاجتماع بجامعه بنها، وهنتكلم عن سلوكيات المصريين في الشارع المصري. طبعا ده فقره المرور عن الانتخابات الرئاسيه، وطبعا هي حديث الساعه او يعني كل الساعات اللي جايه، ودور الاحزاب السياسيه. الحقيقه احنا طرحنا ملف الاحزاب السياسيه في نهارك سعيد على مدار اسبوع، بنتكلم عن فعاليه وجدوى وجود الاحزاب السياسيه حاليا، من هم اللاعبين الاساسيين في هذا المعترك. هيكون عندنا فقره خاصه جدا عن هذا الموضوع مع الاستاذ الدكتور علي زيدان، وهو عضو الهيئه العليا للحزب المصري الديمقراطي. متعودين طبعا ان احنا بنستضيف الكتاب وبنستضيف الروايات الجديده اللي بتكون موجوده دايما يعني في السوق. هيكون معانا النهارده روايه الشحاته في صيف يناير. الروايه دي للكاتب احمد كفافي. الروايه بتتكلم دي عن الافكار الكبيره والقضايا العالميه ورجل الشارع البسيط وقدره تعامله مع هذه القضايا، وهو يعني بسيط جدا ومش فاهم ايه اللي بيحصل حواليه، وبيحاول ان هو يتصارع مع الحياه علشان يعيش. النهارده يشرفنا الكاتب هيكلمنا اكتر عن الروايه. طبعا احنا في موسم، كل سنه وانتم طيبين، هو موسم الانتخابات في النوادي. طبعا زي ما احنا شايفين انتخابات نادي الزمالك والنادي الاهلي هم انتخابات ساخنه جدا 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 نظرا للشخصيات المشاركه فيها، وايضا كمان يمكن نظرا لما يحدث في كواليسها. ويمكن احدث واخر خبر نال الاهتمام الاعلامي الكبير جدا هو خبر حسن حمدي. طبعا هذا الخبر اللي كلنا تابعناه، الامر بالقاء القبض عليه واتهامه في قضيه هدايا الاهرام، اللي هذه زي ما بيقولوا كده قضيه جديده قديمه، قضيه مستمره. من يعني طبعا القضاء هو اللي هيقول كلمته، لكن جايه في وقت حساس جدا جدا جدا، جايه بالظبط في اقل ايام او قبل ايام من الانتخابات. هل ده هيؤثر على استراتيجيه المرشحين الاساسيين المتنافسين يعني ولا لا؟ من هيدعم من؟ هل ده ممكن يؤثر كمان في العمليه الاجرائيه الانتخابيه ولا لا؟ كل ده هنعرفه من خلال فقره خاصه جدا، وكمان كل اخبار الرياضه هنعرفها مع الاستاذ عمر الايوبي رئيس قسم الرياضي باليوم السابع. طيب ده كله هنشوفه ان شاء الله بعد الفاصل اللي هناخده دلوقتي حالا.